كتاب الجدار الحديدي مصادر الأصلية هي أرشيف دولة إسرائيل. عندهم بإسرائيل هم من تمضي أما 50 سنة أو 40 سنة يقدرون أنه الوثائق الرسمية تصير علنية. فبعد مرور 30 سنة على الحروب قدر يحصل على هاي الوثائق من إسرائيل نفسها. يقول كل ما يشاع أنه كل الدول العربية إجت حتى تقضي على الصهيونية، يقول في الواقع أنه الجيش الإسرائيلي كان مو فقط أكبر أعدادا وحجما ومدربين جيدا من قبل، يعني تدربوا من قبل الدول الغربية، بس كل الجيوش العربية ما تجي حتى ثلث الجيش الإسرائيلي في ذاك الوقت. وبالإضافة أنه هم كان عندهم تواصل، ما أريد أسميها المؤامرة، مع بعض الزعماء العرب الأدى للحرب. يقول نتيجة الوثائق الموجودة في بريطانيا وإسرائيل، وزارة الخارجية الإسرائيل اللي استفزت لنشوء حرب 67، يقول هي إسرائيل مو الدول العربية. يعني أبداً، هو يقول حتى جمال عبد الناصر في تلك الفترة سراً كان يسوي تواصل مع إسرائيل من أجل أنه يعمل سلام مع إسرائيل، وإسرائيل تماماً رفضت. السلام عليكم جميعا، وأهلا بكم في هذه الصباحية الأمسية حسب توقيتكم للقاء مع الدكتور طالب عزيز الحمداني. معرفتي بالدكتور طالب تبين قديمة، لكن لم نلتقي منذ فترة طويلة يعني، لكن أنا سعيد بأن أقدم لكم، وأغلبكم على معرفة بي ومتحدث هو متكرر في هذا في مواضيع مختلفة. التحصيل العلمي مع الدكتور طالب هو بدأ بكالوريوس بجامعة توليدو في أوهايو، وتخرج منها في سنة 81، وبعدين تحول إلى ماجستير إلى جامعة كلية منهاتن، وخلص هندسة مدنية وتخطيط مدن، وعنده ماجستير بالعلوم السياسية من جامعة أكرون بأوهايو، وبعدين أنهى دراسة الدكتوراه في جامعة هيوتا، مناطق الجميلة في الولايات المتحدة الأمريكية. من ناحية الخبرة العلمية من خلال عمله، كان هو عضو هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومدير عام مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية من 2013 إلى 2015، محاضر بكلية الدفاع المدني في وزارة الدفاع في بغداد، أستاذ باحث مركز الأبحاث الدينية في جامعة تمبل في فيلادلفيا في بنسلفانيا، وباحث زائر في مركز دراسات الشرق الأدنى، وبالإضافة إلى تدريس جامعة في قسم العلوم السياسية بجامعة أكرون. طبعا بدأت الدكتور الحمداني كتابته، أهم كتابات عنده بحوث كثيرة باللغتين العربية والإنجليزية،
لكن أهم بحث أو أطروحة أطروحة هو في موضوعة المرحوم الشهيد محمد باقر الصدر. لديه عدة مثل ما قلت بحوث وكتب، لكن أهم كتب اللي صدرت الفترة الأخيرة هو كتاب بعنوان معالم الحضارة الإسلامية، وله كتاب العراق ما بعد السقوط عام 2003 وخريف الدعوة، وأيضا العراق إلى أين. كتب كلها ممتعة وتزودك معلومات جدا هامة بهذه المواضيع إذا يعني تحرص على قراءتها. الندوة اليوم راح تتناول أو المحاضرة راح تتناول باحث بالأصل هو عراقي من اليهود العراقيين اللي أجبرت عائلته وفي صغره أن يغادر العراق، وجزء من حياته في إسرائيل، ويعمل الآن هو أستاذ في جامعة أوكسفورد. خلينا ننتقل للدكتور طالب، خلي هو يتحدث لنا عن الشغل بشكل موسع، لأنه وكتابة بالذات الجدار الحديثي، لأن أرفي شلايم بصراحة التعرف عليه عن قرب شيء مهم. أغلب كتبه هي أو كتبه هي باللغة الإنجليزية، حتى الآن ربما موجودة باللغة العربية، ربما دكتور طالب راح يفهمنا عليها، لكن أنا مشاهدة في عدة محاضرات وقارئة كثير من المقالات، وتحليله تحليل علمي أكاديمي وليس عاطفي. فهو يعتز بيهود ويعتز أنه جذوره عراقية، ويعتز بأنه إنسان ينتمي إلى هذا العالم كليته، ويبحث عن السلام الحقيقي للفلسطينيين والعيش عن قرب مع اليهود الموجودين. وهو أيضا معادي للحركة الصهيونية، وكتب عنها الكثير في هذا المجال. أنا أدرك الدكتور، العفو الدكتور، لما ندخل بالتفاصيل، لكن الدكتور طالب هو اللي حيعرفنا به ويعرفنا على كتاباته. فتفضل دكتور طالب. أنا شكرا. أشكر أستاذ علاء على المقدمة الرائعة، يجوز ما أستحقها، بس أنا اليوم سعيد طبعا بدعوة الصالون العراقي، وخاصة أبو ليث والأستاذ حازم، وعودة الصالون العراقي في هالآونة الأخيرة بعد انقطاع طويل تقريبا دام 6 أشهر. فأني أشوف هذا الانقطاع هم أبعدنا كثير عن الأخوة، عن النقاشات، عن البعد الثقافي اللي يعطيها الصالون العراقي. إن أنا أشوف قضية فلسطين ما لازم نربطها بالسياسة أو الدين أو الصراع الأيديولوجي. يعني كان من الممكن أن نعرض القضية بأبعادها في الحرب الجارية، مثل عن الأدب في فلسطين، الشعر في فلسطين، الفن في فلسطين. فلسطين قدمت يعني للثقافة العربية يعني فد بعد جميل نتيجة المأساة اللي عاشوها. يعني تقريبا أكثر شعب دعم الثقافة العربية في ال50 سنة الماضية هو الشعب الفلسطيني، وكان تقريبا حتى بنسبة الناس المتعلمين تقريبا الشعب الفلسطيني يعتبر نسبة أكثر الشعوب العربية ثقافة وتدريسا وعلما. سنعود إلها بعدين. هاي المحاضرة في الواقع احنا القيناها، كان عندنا مثل الصالون العراقي من كنا بلوس انجلوس،
سميناه تشاي بوك كلوب. كل شهر نعرض كتاب، وكان هذا أحد الكتب بسنة 2000 اشتهر في أمريكا، وفي الواقع أني من حظيت عليه وقريته كله. قدمت هو البوك ريفيو في الصالون أو نادي الشاي العراقي في ذاك الوقت سميناه. كانت تجربة رائعة وموفقة، واستمرت إلى تقريبا دخول الأمريكان للعراق. هذا الكتاب من الكتب الرائعة، ولو هو يعني ضخم أكثر من 600 صفحة، بس يعني إذا واحد يعني يصير عنده المجال وياخذه ويقرأ كله يستوعب القضية الفلسطينية والحركة الصهيونية من بدايتها في نهاية القرن التاسع عشر تقريبا. فهو سوالها كفرج، تغطية تامة للحركة الصهيونية وللصراع العربي الإسرائيلي. سويت طبعا أني سلايد شو أسوي له شيرن. هو اسمه سماه الجدار الحديدي، ذا ايرون لو، ذا ايرون وول، مو لو، لان عندنا هم بالعلوم السياسيه عندنا قانون اسمه ذا ايرون لو، ينطبق بس على الاحزاب، وهو القانون الوحيد الموجود بالعلوم السياسيه. انا من راح اعرضكم هذا العرض تقريبا يعني التدريب اللي سويناه بالعلوم السياسيه يعني فادني كثيرا. أنهم من يقولون مثلا لخص كتاب، أول ما يقولون لخص كتاب من خلال صفحتين فقط، فأي كتاب يطولنا إن كان 50 صفحة كتاب ولا 1000 صفحة يجب أن نلخصه بصفحتين. شفت أنا كل الصعب جاي من الهندسة المدنية، أنا ألخص كتاب بصفحتين، بس تعودنا عليها. كل تقريبا الدروس يطولنا الكتب مال القراءة ويجب أن نلخصها من خلال صفحتين. بعدين من تقدمت بالعلوم السياسية كانوا يطلبون من عندنا أن نلخص الكتاب بنص صفحة تقريبا، أي ما يعني ما يقبلون أكثر من نص صفحة. فكانت صعوبة أنه كتاب مثل الآيرون لو أقول الآيرون وول أنه نلخصه في نص صفحة ونعطي المغزى الحقيقي. بعدين في من وصلت للبي اتش دي، الاساتذه بعض الاساتذه كانوا يطلبون من عندنا ان نلخص الكتاب بجملتين تقريبا بسطرين، وهاي من اصعب الاشياء اللي كنا نواجهها. كيف كتاب مثل هذا الكتاب الجدار الحديدي ابو 600 صفحه تقدر تلخصه في سطرين؟ وكانوا يقولون أنه الكاتب دائما، أي كاتب يكتب كتاب عنده فد نية بالكتاب أو عنده سؤال شاغل باله كتب هالكتاب ويريد يعطي جواب إلى هالسؤال. فالسطر الأول كن نكتب شنو السؤال كان بذهن الكاتب، والسطر الثاني نكتب شنو جوابه، فنختصر. لهذا أنا أتذكر هاي الكلمة من أستاذي بالعلاقات الدولية، يقول إذا الإنسان ما يقدر يلخص أي كتاب بسطرين هو ما فاهم الكتاب أصلا. يعني يجب أن تعرف السؤال الشاغل بال المؤلف والجواب اللي توصل له. دائما هيك من اجي مثل على كتاب محمد باقر الصدر كنا الخصه بسطرين، اصارع ونفسي اعيده واعيده وقراءته اذا اشوف شنو الشاغل محمد باقر الصدر مثل كتاب اقتصادنا، وبعدين اعطي جواب بسطر. هذا تقريبا الريفيو لا ما اطرح لكم اياه بسطرين ولا اطرح لكم اياه بنص صفحه، تقريبا اطرح لكم اياه في عدة سلايدات تقريبا 15 سلايد. فنجي على المؤلف مع الكتاب. أبي شليم هو في الواقع اسم يهودي، أبي مثل ما احنا نقول أبو باللغة العبرية،
وهو يطلقون عن اسم النبي إبراهيم، مو نقول إحنا هو أبو الأمم، فهو يستعملون فقط أبي، الأبو الأمم. شليم دائما باللغة العبرية ما عندهم حرف السين، السين كل سين هي الشين، لهذا الشلام هي نفسها بالعربية سلام. فمن يصير أبو سليم، هذا تقريبا اسمه إذا نريد نترجمه للعربي، ولو هو الأسماء لا تترجم. فأبي شليم في الواقع ولادته في بغداد بال45، يعني بنهاية الحرب العالمية الثانية، وكان ينتمي أو عائلته يهود أثرياء في بغداد أثناء الحكم الملكي. طبعا من هجرهم بال50، هو دائما عنده مقابلات يذكر ذاك التهجير، يقول التهجير كان مرتب ما بين خلينا نقول حكومة بغداد والإدارة البريطانية، يردون لأنه يردون لدولة إسرائيل اللي كونتها بريطانيا والدول العظمى، يراد لها السكان. يقول أغلبية اليهود الموجودين بالشرق الأوسط وحتى اليهود العراقيين يعني كأقلية غالبيتهم يساريين، حركة صهيونية حركة يمينية نشأت في أوروبا. فيقول مال إحنا اللي أسسنا مثل الحزب الشيوعي اليهود، الأحزاب الاشتراكية، أنه يتهمون أنه إحنا صهاينة كانت صعبة. فباتفاق ما بين حكومة، أعتقد حكومة نور السعيد أو الحكومة الملكية في ذاك الوقت، هجروا أغلب اليهود بداية الخمسينات إلى إسرائيل، وكانت هاي طامة كبرى. لهذا أنا في أحد الكتب يمكن ذاكرها أقول لهم ما حدث للعائلة المالكة وللحكم الملكي في العراق هو حوبة اليهود العراقيين، هجروهم قسرا إلى إسرائيل كلهم. يعني شلون أجرى تهجير صدام حسين على التبعية الإيرانية، نفس الشيء في ليلة وضحاها هجروهم كلهم. طبعا من راح لإسرائيل هو تقريبا عمر المراهقة، من صار شباب يجب أن يخدم في الجيش الإسرائيلي، فخدم في الواقع في الجيش الإسرائيلي. من راح لندن ودرس على الدكتوراه، تزوج من حفيدة ديفيد لويد جورج اللي كانت حكومته هي اللي سوت وعد بلفور. بلفور كان وزير الخارجية، ويعود إلى تلك الحكومة مع لويد جورج أنه هي اللي زرعت الجذور مع الوجود الصهيوني في فلسطين. هو في الوقت الحاضر عنده جنسيتين، بريطانية وإسرائيلية، ومن كتبه هو كتب عن هالقضية كثيرا، بس كتب من جانب آخر. طلعت مدرسة تقريبا ثمانينات أواخر الثمانينات إلى التسعينات من المؤرخين الإسرائيليين، يسموهم المؤرخين الجدد، أو يسموهم في الواقع ريفيجنست. ريفيجنست تقريبا إذا أريد أترجمها، أما المصححون أو بإسرائيل يسموهم التحريفيون. فهم أول ما بدأوا ثلاثة وانضم إلهم أبي شليم، صاروا أربعة، بعدين توسعوا صارت مدرسة جديدة تبحث بتاريخ إسرائيل. يعني أتمنى أن تصير لنا إحنا في الدول العربية من أمثال هؤلاء، يبحثون تاريخنا في الواقع، أقلها تاريخ العرب والدول العربية في القرن العشرين، أو حتى منطقة الشرق الأوسط في تاريخنا في القرن العشرين، ما يأخذون التاريخ الرسمي. ذول الثلاث مؤلفين وأربعة وبعدين صاروا خمسة وستة، ذول الصدق يعني غيروا نظرة كثير من الباحثين أو الدراسات الأكاديمية عن
عن الصراع العربي الإسرائيلي. أي فذول الريفيجنست في الواقع قدموا خدمة كبيرة للدراسات الأكاديمية. هم مثل ما كان المؤرخين القدماء، هم هذا مصطلح احنا اعطيناه للمؤرخين الرسميين لإسرائيل، سميناهم المؤرخين القدماء، يصورون إسرائيل هي مثل الفيكتم، وأنها يعني من قبل العرب وهم مضطهدين من قبل العرب، ولهذا هم يجب أن تكون دولتهم دولة قوية عسكرية من أجل أن تحافظ على وجودها. دول التحريفيين إجوا حرفوا هالمسألة أو صححوها، قالوا أنه إسرائيل هي المسؤولة بصورة كبرى. لهذا عندنا إحنا حتى بالفكر العربي قسم من عندنا أنه الفلسطينيين هم باعوا أراضيهم وهم هاجروا، باعوا أراضيهم لليهود وهاجروا من بلادهم. في الواقع دول قالوا لا، المسألة معاكسة، هم هجروا وتهجير اللاجئين، أزمة اللاجئين الفلسطينيين كانت نتيجتها هي السياسة الإسرائيلية. هي إسرائيل مسؤولة بصورة، ولو ما يقولون كلية، بصورة جزئية، لأنه الحروب هم سببت بهجرة كثير من الفلسطينيين من وطنهم. فلهذا أول مؤلف هو مال دولار ريفيجنست موريس، يقول عنده كتاب خاص عن اللاجئين الفلسطينيين بتمامه، يعني يقول أغلب الفلسطينيين ما غادروا منازلهم بال48، طبعا كانت قسرا، الهجرة كانت قسرية. داخل إسرائيل طبعا منبوذين. أنا أتذكر أول مرة أسمع عن أبي شلايم من إجا الولايات المتحدة، كانت في لوس أنجلوس وعلى الام بي ار، إذاعة الام بي ار، يقول أنا كثير من الجامعات دعتني ألقي بها محاضرات، أنه على كتابي هذا الأصدر الأيرون وول، بس من وصلت حاربني اللوب الصهيوني والغوا جميع هاي المحاضرات في الجامعات الامريكيه. فيقول جامعات قليله خلتني مثلا اعرض الكتاب واوقع الكتاب وابيع الكتاب. فحتى هم محاربين من قبل، حتى اللوبي الاسرائيلي الصهيوني في امريكا وفي بلاد اوروبا. طبعا ما سمحوا لهم يدرسون في الجامعات، وخاصة هو أبي شليم على كتابه، بس هو عنده منصب كبير أكاديمي لأنه يدرس في أوكسفورد. كتاب الجدار الحديدي مصادر الأصلية هي أرشيف دولة إسرائيل. عندهم بإسرائيل هم من تمضي أما 50 سنة أو 40 سنة، يقدرون أنه الوثائق الرسمية تصير علنية. فبعد مرور 30 سنة على الحروب قدر يحصل على هاي الوثائق من إسرائيل نفسها. بالإضافة وراء 30 سنة هم بريطانيا فتحت في الواقع السجلات الخاصة من استعمار فلسطين وحتى الوقت الحاضر، يعني أو ذاك الزمن بالتسعينات. ويقول كذلك اعتمدت على أرشيفات الأحزاب مع القادة السياسيين الإسرائيليين. يقول المصادر العربية مع الأسف أنه ما كانت متاحة لي، فاستعانيت بالمصادر الثانوية اللي هي الصحف العربية، مذكرات، كتب منشورة عن هذا الهدف. بس إحنا بالعلوم السياسية نعتمد على المصادر الأصلية اللي هم صنعوا القرار، اللي هم كتبوا عن تلك الأزمة. هاي تعتبر مصادر الأصلية، المصادر الثانوية ينقلها الشخص آخر. الهدف مالته هو من ذكر شليم أنه هو تقديم تفسير تقريبا قاعد يسترجع سيادة إسرائيل بالصراع العربي الإسرائيلي خلال 50 سنة الماضية، تقريبا من 48 أو 47 إلى تلك الفترة
التسعينات. أطروحة الكتاب شليم يقول سياسة إسرائيل من بدايتها تعود إلى فكر فد واحد من بولندا يهودي اسمه جابوستينسكي. هذا الشخص أعطى فكرة من راحل إسرائيل أنه يجب أن ننشئ ما يسميه الجدار الحديدي بيننا وبين العرب، يعني ما يصير عندنا تواصل بيننا وبين العرب، لا سياسة ولا بالحالة الاجتماعية ولا اقتصادية. نعزل نفسنا عن منطقة الشرق الأوسط عن العرب ويكون تواصلنا فقط مع الغرب. أي، ولهذا حتى ندافع عن أنفسنا، لأنه إحنا عايشين في محيط مسيحي إسلامي عربي، أنه تصير إحنا قوتنا العسكرية أكثر من مجموعة الدول العربية الموجودة. يجب أن ننشأ قوة عسكرية ضخمة، وما نسوي تسوية تماما مع الدول العربية. يجب أن نربط وجودنا بالغرب، ويجب أن نطبق سياستنا بالقوة، يعني مو على مود الدبلوماسية وعلى مود التصالح وعلى مود التعامل بطورة سلمية مع الدول العربية. من خلال ما هاي يثبت هاي الفرضية اللي أعطاها أو النظرية، هي فرضية في الواقع، يقول على مر السنين 48 الحكم وإسرائيل كانوا لهم تقريبا ثلاث، خلنا نقول مو أحزاب وإنما خطوط سياسية أو توجهات سياسية. منهم الفريق اللي يطلق عليه الحمائم، يدعون إلى التعايش السلمي مع العرب، ويجب أن نوصل إلى حل وسط ما بين الدول العربية وإسرائيل. قسم يؤمنون بسياسة الجدار الحديدي، أنه ما يصير أي تقارب مع العرب، يجب أن يكون توجه إسرائيل نحو الغرب، يعني ما يصير أي تواصل. والفريق الثالث يدعون إلى سياسة تقارب مع العرب، بس يجب أن تكون إسرائيل اليد العليا في أي مفاوضات، في أي لقاء، في أي هذا، مثل هم الأسياد، هم المتكبرين، ونجبر العرب على الاستسلام، مو الدعوة إلى السلام وإنما دعوة للاستسلام. يجب أن يستسلمون لأنه إحنا أقوى شيء، أكثر متطورين اقتصاديا، وثانيا عندنا حلفاء الغرب أنه يساندوننا. هاي الثلاثة يقول على طول تاريخ الدولة الإسرائيلية فقط المجموعة الثانية والثالثة هم القادوا إسرائيل. تقريبا الحمائم صاروا في هامش السياسة أو صنع القرار في الدولة الإسرائيلية. هاي نلاحظها، يعني رؤساء الوزراء من يجون من الحمائم ما يطولون هواية، فترة قصيرة وتسقط حكوماتهم ويجون دولاك من خلنا نقول من المتعصبين الإسرائيليين. فنطي تاريخ حسب أني ما أخذته من كتابه هو في الواقع، يعني أبي شليم، فترة الخمسينات كان مسيطر على حكومات إسرائيل بن غوريون، استمر فترة طويلة، يعني حكم إلى أن نهاية عمره. في معسكر المعتدلين موشي شاريت ما حصل على أي تقريبا تشكيل أي وزارة. بالستينات كان المعسكر مال الجدار الحديدي جولدا مائير وموشي ديان. في المعسكر المعتدلين كان ليفي اشكول وابا ايبان. هاي اسماء تطرأ بالنا، الناس اللي بعمرنا يعرفون هاي الاسماء تقريبا. بالثمانينات طبعا حكم مناحم بيغن والاخرين.
وشامير تقريبا من حزبه، حزب الليكود. في الجانب الآخر مثل بيريز ووايزمان هم اللي يمثلون المعتدلين. لهذا كنا احنا بالعلوم السياسية من ندرس تاريخ الشرق الأوسط نقول دائما بيريز رئيس وزراء إسرائيل ما حصل رئاسة وزراء إسرائيل إلا لفترة قصيرة، ودائما نقول عليه هذا المصطلح أنه دائما مستقبله السياسي دائما إلى الوراء، يعني دائما خلينا نقول ما يحصل رئاسة الوزراء إلا لمن تكون معسكر الجدار الحديدي ضعيف فترة أشهر، يستلم رئاسة الوزراء بعدين يزيحون من عدن. بالتسعينات طبعا عندنا نتنياهو، وبالجانب الآخر بيريز وإسحاق رابين. وإسحاق رابين تعرفون يعني هو اللي ساهم في وضع معاهدة أوسلو، وبعدين اختالوه، هم اليهود اختالوه، ما كان اغتيال يعني من قبل الفلسطينيين. الحقائق التاريخية بال48 هاي طبعا أسردها من كتاب إيرشليم، يقول كل ما يشاع أنه كل الدول العربية إجت حتى تقضي على الصهيونية، يقول في الواقع أنه الجيش الإسرائيلي كان مو فقط أكبر أعدادا وحجما ومدربين جيدا من قبل، يعني تدربوا من قبل الدول الغربية، بس كل الجيوش العربية ما تجي حتى ثلث الجيش الإسرائيلي في ذاك الوقت. وبالإضافة أنه هم كان عندهم تواصل، ما أريد أسميها المؤامرة، مع بعض الزعماء العرب، إن كان مثل في مصر وإن كان في الأردن وحتى يعني إن كان في العراق، الجيش العراقي يعني، وحتى في سوريا. سوريا كانت ملتهية بذاك الوقت بكثرة الانقلابات العسكرية. أي فيقول مع الملك الأردني وثائق محددة موجودة عند إسرائيل، وهذا كان متعاون في الواقع مع الإسرائيليين لأن وعدوه أنه هاي الضفة الغربية أو كثير من مناطق، يعني وعدوه أنه كثير من مناطق الفلسطينيين راح يعطوها إلى الأردن، والأردن تعرفون أنه ليس بلد زراعي، فكان أهم منطقة عند الأردن هو في الواقع الضفة الغربية اللي حصلها من إسرائيل، منطقة زراعية وكان أغلب الاقتصاد الأردني يعتمد عليها. إيه فبن غوريون كلمته اللي يذكرها مقتنع بأن الدول العربية بحاجة إلى الرد والإكراه والترهيب من أجل يعني أن نضغط عليها ونوصل إلى اتفاقيات سياسية ودبلوماسية معهم. يجي على الجانب الآخر، حربي 67 وال73 اللي بعمارنا عاشوا تلك الفترة كانت مؤلمة في الواقع. فالأدى للحرب يقول نتيجة الوثائق الموجودة في بريطانيا وإسرائيل، وزارة الخارجية الإسرائيل اللي استفزت لنشوء حرب 67، يقول هي إسرائيل مو الدول العربية يعني أبداً. هو يقول حتى جمال عبد الناصر في تلك الفترة سراً كان يسوي تواصل مع إسرائيل من أجل أنه يعمل سلام مع إسرائيل، وإسرائيل تماماً رفضت، يعني حتى هذا زعيم القومية العربية كان يريد يعمل يعني سلام مع إسرائيل دبلوماسي معهم. يقول تماما رفضت إسرائيل ذلك العرض من جمال عبد الناصر بعد أن نزحوا الملكية والسلم والحكم بال52. وبالإضافة أنه يقول سوريا هم أزموا الجبهة السورية، كانت يعني أزمة بحيث أغلب الجيش السوري كان
على الحدود مع إسرائيل. وحرب ال73 ولو فاجأت إسرائيل، كانت أول هزيمة في الواقع للجيش الإسرائيلي من قبل الدول العربية. ويقول لهذا اضطرت إسرائيل أن تسوي معاهدة السلام اللي أرغمهم يعني جيمي كارتر على المجيء إلى كامب ديفيد ويعمل معاهدة السلام بال79. يقول لولا أنه خسارتنا بال73 ما كانت إسرائيل أبدا تسوي معاهدة السلام بال79. بس يقول حتى بال79 وكامب ديفيد كانت من جانب إسرائيل أكثر مما كانت من جانب مصر. ويعطيها مثل معاهدة كامب ديفيد، يقول ضمينا إحنا نتيجة المعاهدة جولان إلى يعني أخذناها، وهسه يعني حتى الجولان أمريكا اعترفت بها بزمن ترامب أنه جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. غزينا لبنان من 82، كان في عهد بيغن وقائد الجيش نسيت اسم القائد العسكري، وسوينا المجازر لأنه كانت القوات الفلسطينية بعد أن هجروها من الأردن كانت مقلقة بالنسبة للإسرائيل، لأن أغلب جيشها كان على الحدود. كانت المقاومة الفلسطينية مال الفتح موجودة أغلبها تقريبا دولة داخل دولة في لبنان. فالحصلت عليه إسرائيل نتيجة معاهدة كامب ديفيد أنه الأمريكان قالوا لهم أوكي تقدرون أنه تضمون جولان لكم، وطوهم تقريبا الجرين لايت أنه يغزون لبنان. بس بعدين استاءت الظروف الجيش الإسرائيلي من دخل بيروت، والمقاومة الشديدة كانت إلى هناك، وبالإضافة الرئيس ريغن دس قوات لهناك لفصل، نقلوا تقريبا القيادة كل القيادة مال فتح منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس وأخرجوها من بيروت. بس العمليات الانتحارية اللي سوتها المقاومة اللبنانية الإسلامية كانت في بدايتها ضد القوات الغربية أخرجت تلك القوات من بيروت. يقول الصورة بالثمانينات اللي شوهت نظرة العالم إلى إسرائيل، نفس الشيء هسه قاعد نشوفه في غزة ولو بصورة فظيعة أكثر، هي أنه أطفال فلسطين من بدأوا تلك الانتفاضة الأولى أنه يلقون الحجارة على ضد جيش الدفاع الإسرائيلي هذا يسموه. يقول أثرت بصورة عامة العلاقات العامة البي آر مال إسرائيل، واضطرت إسرائيل نتيجة الضغوط الأمريكية أن تعطي تنازلات إلى الفلسطينيين. اتفاقية أوسلو طبعا وراء يعني ذيك الانتفاضة أدت إلى اتفاقية أوسلو، أنه يجب أن يشوفون حل. وكان في ذاك الوقت خلينا نقول فريق الحمائم الإسرائيلية أنه يردون يجدون حل ومع منظمة التحرير الفلسطينية. فكانت فكرة ذاك العرض هو يوسي بلين نائب وزير الخارجية اللي أعطاه للحكومة، واتفق هو تقريبا بالصورة السرية مع أبو مازن اللي كان في ذاك الوقت ساعد الأيمن مال عرفات، نتيجة توافق تفاوض معهم. فأربع أشياء نقدر ناخذها من اتفاقية أوسلو هو يلخصها أبي شليم. أول، نزع سلاح الدولة الفلسطينية. إذا نعطيكم دولة أنه يجب أن تكون منزوعة السلاح بالضفة الغربية وقطاع غزة، والعاصمة ما تكون القدس،
هم يعني أبو مازن اتفق أنه لا إحنا خارج القدس، اتفقوا عليها بذاك الوقت بأبو ديس، قرية شمال، لا هي رام الله ولا هي القدس بيناتهم. كل المستوطنات الموجودة لليهود في داخل الضفة الغربية يجب أن تبقى تحت سيطرة إسرائيل مو الفلسطينيين، مو الدولة الفلسطينية، وتنازلوا عن حق اللاجئين الفلسطينيين في كل دول العالم، أنه إذا ما يرجعون إلى إسرائيل، إذا يردون يرجعون للدولة الفلسطينية. بس بما أنه الضفة الغربية وقطاع غزة هي محدودة المساحة، فاتفقوا أنه يجب أن تكون هناك لجنة دولية أما يعوضون اللاجئين أو يعيدوهم إلى أراضي أخرى في الدول العربية. من إجا نتنياهو، طبعا هو من سياسة الجدار الحديدي، سياسة أنه يجب أن نكون إحنا في حالة حرب دائم مع الفلسطينيين، يعني حتى نقوي تواصلنا مع الغرب، والغرب يجب أن يضطر يساعدنا ويجري اتفاقات دفاعية معانا. يجب أن نبقى في حالة صراع دائم، وخاصة الصراع العسكري مع الفلسطينيين والعرب. وبدأ يستعمل، أكو كتاب The Children، طبعا احنا بالعلوم السياسية نقرأ أحد الكتب من النظريات السياسية، The Children of Light and Children of Darkness. هذا واحد كتب في ديترويت، قسيس مسيحي بس أثر على الفكر السياسي الغربي هواية، أنه دائما أكو قوة نور وقوة ظلام. فأشوف أن نتنياهو دائما لحد هاي الحرب يستعمل هاي الترمينولوجي، قوة النور وقوة الظلام، إحنا بالنور وهم بالظلام. ويعتقد أنه العرب هم اللي استولوا على الأراضي اليهودية، مو بالعكس، يعني اليهود جو من الغرب وأخذوا تلك الأراضي من العرب. وهو في الوقت الحاضر، يعني هاي خارج نطاق الكتاب، دائما يطلع نتنياهو يقول هاي حرب الاستقلال الثانية مال بعد 7 أكتوبر، لأنه صدق بعد 7 أكتوبر هاي الحرب شكلت تهديد وجودي، لأن أول حرب عربية أو فلسطينية تنشب داخل حدود إسرائيل، يعني ما كانت دائما من خارج حدود إسرائيل العرب يحاربون إسرائيل، هاي أول حرب، ولهذا اعتبروها حرب وجودية إلى إسرائيل. الخلاصة، مفهوم الجدار الحديدي لجابوستنسكي يبدي بمرحلتين، تبني الجدار، والمرحلة الثانية من يفقدون العرب يعني الأمل أنه ما يقدرون يدمرون إسرائيل، دين يضطرون يتفاوضون معها من ناحية من موقع الضعف لا من موقع القوة، لأن يعني أنت من تدخل المفاوضات دائما بين طرفين، طرفين أقوياء وكل واحد له شروط، يقول ما لازم ندخل مع العرب في المفاوضات، أي مفاوضات دبلوماسية، إذا ما أن أوكي خلينا نقول اليد العليا عليهم. لهذا هم في مفاوضاتهم مع حماس يشوفون هناك صعوبة، أنه حماس هي تفرض شروطها كأنه بقوة إسرائيل، هم ما يريدون هذا الشيء في كل مفاوضاتهم مع القادة العرب. والتفوق العسكري يجب أن يخدمهم في ذاك الوقت، يعني التفوق العسكري حتى إحنا من ننظر، وخاصة إلى مثل باكستان وإسرائيل، أنه أساس الدولة هو الجيش، والجيش هو إلى دولة،
يعني مو الدولة إلها جيش دائما في كل الدول، في ذني الدولتين هناك جيش إلى دولة، يعني هم حكام قادة الجيش هم دائما القادة السياسيين في إسرائيل أو في باكستان، الاثنين من تحسبهم فالنوعية يعني مخالفة لكل النظرات مال الدول، دائما الدولة أو الأمة يجب أن يكون عندها جيش تدافع عنه. في الواقع يعني في إسرائيل وباكستان نقدر نقول هنالك جيش تخدمه دولة، يعني فالجيش هو العمود الأساسي، هو الركن مثل عمود الخيمة الأساسي، إذا يسقط الجيش، لهذا هسه نشوفهم عدم وصول دولة إسرائيل إلى أن تكون لها اليد العليا وما منتصرة في الحرب مع حماس، هذا يهز الكيان، لأن الجيش هو العمود، ومن يعتبر الجيش خسران هاي مصيبة بالنسبة لكيان الدولة ووجودها. بس أراويكم هاي 4 خرائط، ولو هو ما ناشرها، بال47 46 هذا اللون الجوزي اللي هو تقريبا البراون يمثل المستعمرات الفلسطينية. من راحوا للأمم المتحدة بال48 يو ان بلان، ما نسمع عليه خلينا نقول دائما يرددون حل الدولتين، في الواقع حل الدولتين يعتمد على اليو ان بلان مال 47، مال حرب ال67 ما بي فتشي يشير الى حل الدولتين، يشير الى وقف القتال وعمل السلام ورجوع كل الطرفين الى حدود ما قبل 67، ما بي اي يعني اشاره الى حل الدولتين. حل الدولتين الوحيد الموجود بالقانون الدولي هو خريطة عام 47، وتشوفون أنه في عام 47 للفلسطينيين أكو لهم أراضي في الجليل الشمال وأراضي في الوسط مال الضفة الغربية وأكبر من الضفة الغربية، وحتى ضمنها جروسلم مدينة القدس، وحتى كانوا يقترحون يجب أن تكون إدارتها دولية، وشوفوا غزة متصلة بالضفة الغربية، ها خريطة الأمم المتحدة إلى الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وشوفوا قطاع غزة إلى حدود كبيرة مع مصر. بال67 هاي الخريطة اللي موجودة وهسه يردون يجبرون الفلسطينيين يوافقون على حل الدولتين ضمن خريطة 67، ما قبل 67، ولو أنه هسه الفلسطينيين المدن الفلسطينية والوجود الفلسطيني بالضفة الغربية فقط، هذا مال الخريطة الأخيرة اللي نسميها، يعني كل غزة بالإضافة إلى هاي المستعمرات، وقاعد يطلبون في الواقع من القيادة الفلسطينية أنه نعوضكم من الضفة الغربية بأراضي بالصحراء في صحراء النقب. طبعا هاي الخرائط وخاصه مع بعد اتفاق اوسلو، من واقع ياسر عرفات من شاف الخرائط عرضوا هي ذاك الاجتماع والدول العربيه مشاركه، وهذا على اساس وقع عليها، ما وقع قام يا فرابين هم ما وقع، فرادت تفشل بذاك الاحتفال والدول العالميه جايه، وهذا الكلمه المعروفه الى شو اسمه الى حسني مبارك، قال لي ابن الكلب روح انت وقع، اوكي ما نقدر يعني نفشل هذا المؤتمر الدولي، فاضطر ياسر عرفات يوقع على هاي الخريطه اخر واحده. بس هو بالمعاهدات الدوليه قرار الامم المتحده مال 47 هي هذا حل الدولتين. المهم هذا اللي لقيت صورة إلى أبي شليم، هو أمه وأبوه وأخته، وهذا الطفل هو أبي شليم، أبو سليم، أبو سليم هو في الواقع. يعني أنا هواية متابعة وأقرأ مقابلاته الإعلامية
قلت استاذ علاء يعني ايش تفرح واحد عراقي معتز بعده بعراقي ويتمنى يرجع للعراق، وهذا هو يقول حماس اصلا فازت بانتخابات نزيهه وحره، انا اتذكرها لانه تحت مراقبه الامم المتحده وتحت مراقبه شو اسمه صندوق الديمقراطيه مع الولايات المتحده، واللي الانتخابات كانت نزيهه وفازوا بثلثي الاصوات في الضفه الغربيه وغزه الاثنين، يعني ما اعترفت بيها اسرائيل، فجرت امريكا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي ما يعترفون بحكومه اسرائيل، اقول حكومه حماس. اي فظل رئيس الوزراء موجود بغزه، وكان يعني ابو مازن يتصل بي عبر قولتنا مثل الزوم، اوكي تواصل الحكومه، اكو وزراء بالضفه واكو وزراء بغزه. بعدين سووا عليها حصار اقتصادي، مسووا حصار اقتصادي الموظفين موجودين للدوله الفلسطينيه قاموا ما يستلمون رواتب، فاضطر انه ابو مازن يقيل الحكومه، و هو يوضع يعني في الواقع يعني رئيس وزراء مش شرعي هو اللي عينه، فعين رؤساء الوزراء من ذاك الزمن لحد الآن حتى الحكومة الفلسطينية، لأنه الفلسطينيين يدفعون ضرائب والضرائب تأخذها إسرائيل، وبعدين هي إسرائيل تعطي هاي الأموال على شكل رواتب وخلنا نقول موازنة تشغيلية للسلطة الفلسطينية. أي فيقول حتى من استلمت حماس الحكومة يقول طلبوا من إسرائيل أنه يوقعون معاهدة يعني قلتهم ناو هدنة دائمية مثل ما هسه يقترحون على حماس هدنة دائمية، ما يردوها يسموها سيس فاير ولا معاهدة السلام، هدنة دائمية بين حركة حماس وإسرائيل أنه ما حد يعتدي على الآخر، رفضتها إسرائيل في الواقع. فهو بنهاية واحدة من الانترفيو أنا سامعة يقول إسرائيل هي العائق في الشرق الأوسط أمام السلام، يعني ما الواحد يهودي وخادم بالجيش الإسرائيلي وباحث وبروفيسور يطلع بهيك كلمة، يعني واحد يشيل له القبعة في الواقع. وشكرا لاستماعكم، أتمنى ما طولت عليكم. شكرا دكتور طالب على هذا العرض الجميل لشخصية مهمة، ربما الكثير من عندنا يعني ما يعرفها عن قرب. بصراحة أنا من بديت أقرأ عنه إعجابي به دام يزايد، أنا معجب من الأول، لكن لما تبدي عن قرب تبحث عنه يعني وأنت وضحت أشياء مهمة من أطروحاته. هو آخر كتاب نزله العام الماضي هو مذكراته، اللي سمعت له تعليق يقول أنا أختي خابرتني تقول لي أنت للشابتر واصل للشابتر السابع وانت بعدك ما والد. فهو نوعيته يعني مهتم جدا في انه يضع تاريخه وتاريخ عائلته في ضمن مساله اليهود في الشرق الاوسط والحركه الصهيونيه. هو كشاب مراهق تعاطف مع الحركه الصهيونيه الى ان اكتشف حقيقتها وتراجع من هذا الموقف، وكان هذا الموقف ظهر في هذا الكتاب. أنا ما أعرف هل كتبه مترجمة للعربي، لو يعني أنا والله ما أدري، أنا أسهل لي دورات أقرأ المصادر الأصلية ما أقرأ طبعا ترجمات، لأن ترجمات طبعا عادة تكون لا، ضعيفة. لكن أنا بس مجرد يعني هي الإشكالية وين؟ انه القارئ العربي مدى يتعرف عن قرب عن هذه الشخصيه. يعني انا المقابلات اللي يسوي لي اياها التلفزيون في امريكا خلتني اعجب به، لكن
وبعض المقالات القارئة، لكن أنا بالنسبة للاطلاع القارئ العربي حتى يعرف قيمة هذا الكاتب وهاي الشخصية المهمة. الشغلة الأخرى، بس أنا أختلف في بعض النقاط اللي طرحتها، أنه الحركة الصهيونية هي حركة بدأت كحركة اشتراكية، ولهذا نجد يعني هم أخذوا وجوه كثيرة. الوجه الأول اللي أخذوه أنه كونها هي حركة اشتراكية تأمن أرض ووطن لكل اليهود في العالم، ولهذا الحركة الصهيونية تم الاعتراف بها من الأممية الاشتراكية، وهذا أثر بنفس الوقت تأثيرها أو تعاطف ما نسميهم أيام زمان الدول الشيوعية أو الدول الاشتراكية مع الحركة الصهيونية، لأن العرب هاي بالأربعينيات وبالثلاثينيات العرب قاعدين على جهة ما يعترفون بالاشتراكية والشيوعية، لكن كانت مثل ما يقولون الساحة مفتوحة إلى الحركة الصهيونية. الحركة الصهيونية استغلت كلش هذا موضوع الاشتراكية لأخذ الإسناد إلها. بالنسبة للتكوين الإسرائيلي، بس حبيت أوضح، أنت قلت الحمائم والمتطرفين، الحمائم والصقور. والصقور هم البلوى. الحمائم تقدر تتفاهم وياهم، لكن الصقور هو اللي هو ذكر زعمائهم، لكن من الزعماء اللي ما ذكرتهم اللي هو سبب مصيبة صبرا وشتيلة وصار رئيس وزراء هو شارون. يا شارون، يا ما نسيت ذكرت اسمه، يا أهمية وبعدها حي شارون. لحد الآن. لا لا لا، طلعت له الفيزا والنقل، هو بقى حوالي أكثر من 15 سنة 20 سنة خليه على تنفس اصطناعي وأنابيب. لكن أهمية شارون المصيبة مالته، هو اللي قرب نتنياهو، وهو طلع متطرف أكثر من شارون. يعني شارون مجرم حرب معروف، يعني ما قام به في صبرا وشتيلة هو هاي. فهو أكو امتدادات نشوف، إذا ترجع إلى الأسماء اللي ذكرتها من رؤساء وزراء يمثلون الصقور، هو بالتدرج بدأ عمليا اللي يصير هو التطرف إلى اليمين والابتعاد عن الوسط، لأنه هذا موضوع الأممية الاشتراكية، كانوا كثير حتى في أمريكا يحسبون الحركة الصهيونية على اليسار، وهذا ما يوقف ابن سليم الله يحفظه ويطول بعمره، أبي من يطول من يهاجم الحركة الصهيونية لأن عرف كذبها وتزويرها لحقائق كثيرة اللي تبيعها للعالم. على كل أقول أي 3 أيادي مرفوعة. تفضل أستاذ سلام. السلام عليكم. عليكم تسمعوني؟ السلام عين أستاذ سلام. أشتيدك دكتور طالب، عرض ممتاز للكتاب والطرح مالتك، موفقين إن شاء الله دائما. أشكرك هواية. تسلم. سؤالي أستاذ طالب، لأنه الكاتب أبو شليم أكيد من معادين لهذه الحكومة الرايت وينج المتطرفة، سؤالي إنه ما أعرف عندك متابعة بالوقت الحاضر الإمكانية سقوط نتنياهو؟ هل هو طبعا متشبث لأنه يخاف إذا يطلع من الحكومة يرجع الأحكام العليا والمحاكم، ففي أي حالة إذا هو ما يستقيل، طبعا ما يريد يستقيل، في أي حالة تتوقع أنه تسقط حكومته ويطلع؟ شنو الإمكانية هذا حصوله؟ وشنو اللي الأشياء اللي ممكن تساعد؟ هو أدري الشعبية مالته يمكن أقل من 15% هسه، بس عندك فكرة متابع إنه شنو الحالات اللي ممكن تسقط حكومته الرايت وينج ويطلعون؟ يعني ما ادري، يعني ولو ما متخصص يعني بالهذا، ولهذا قلت اسوي ريفيو الى كتاب بشليم، لان هو متخصص بتاريخ بلده بالحركه الصهيونيه.
أني تقريبا متطفل على الوضع، تهمني قضية يعني فلسطين، لأن عشنا عليها، يعني نتريق ونتغدى ونتعشى عليها، يعني مش كنا شباب. فأنا بالنسبة لي أعتبرها يعني 7 أكتوبر آخر الحروب بين فلسطينيين وإسرائيل، أو آخر المعارك في حرب، لأن احنا نفرق بالعلوم السياسية بين المعركة والحرب. يكون معركة واحدة من 48 لحد الآن بين الصهاينة وخلنا نقول الفلسطينيين، هاي آخر المعارك أشوفها مال 7 أكتوبر. وين راح توصل ما أدري، توصل إلى تقريبا وضع سياسي تماما مختلف، يعني ما أشوف أي حل سياسي آخر غير هذا الحل، أنه يعاد ترتيب شو أقول هندسة الشرق الأوسط بكاملها ورا 7 أكتوبر. ما الاثنين ما يقدرون يقعدون، الصهاينة وحماس، لأن هي الدولة الفلسطينية تقريبا انتهت، أكو حماس وأكو الصهاينة، وذول على النقيض يعني بيناتهم، ما يوصلون إلا يصير توافق جديد. وطبعا أنا من المؤمنين بنظرية ابن خلدون، يقول الدولة ما تستمر، أي نظام سياسي، ما بين 80 إلى 100 سنة، يجب أن تسقط ويحل مكانها نظام سياسي جديد. إحنا في هاي يعني راح نعبر 80 سنة، ويجي تجي إعادة صياغة، وخاصة إلى موضوع فلسطين بالشرق الأوسط. فأنا بالنسبة لي ما يهمني نتنياهو، هي كدولة إسرائيل مع الفلسطينيين يجب أن تعاد صياغتها، يعني ما الوعد بالفور انتهى، كل شيء انتهى تقريبا. فننتظر هذا الحل الجديد، يجي واحد مبدع جديد، انه وهي الظروف الموضوعية راح تقودنا إلى وضع سياسي جديد في فلسطين وفي الواقع في منطقة الشرق الأوسط، لأنه حماس إذا ما فازت راح تقلب الموازين في بعض الدول العربية وخاصة الأردن. فما أشوف يعني الدول الكبرى إذا تريد سلام في منطقة الشرق الأوسط يجب أن تعاد صياغة جغرافية الشرق الأوسط. شكرا. استمعت إلى لقاء مع إيب شليم حول موضوع غزة، فنظرة مالته أضيف على ما أجبته دكتور طالب. قال سمعت اليوم الصبح ده يقول أنه الأيام القادمة راح تكون جدا غامقة، dark very dark days for the Palestinian، خصوصا في غزة. لكن في المدى البعيد الحل الوحيد لهذه القضية راح يصير مثل ما صار في ساوث أفريقيا، يعني الحقيقة راح تنكشف للعالم طبيعة جرائم ضد الإنسانية. الموديل مال ساوث أفريقيا بدأ يظهر مرة أخرى، لأنه أيضا كانت أوروبا والغرب وأمريكا متعاطفة مع البيض في ساوث أفريقيا، وانتهت عملية التخلي الكامل عنه. هاي بس تعليق أكمل على هذه. أستاذ ضياء مصطفى تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا فخور بالدكتور طالب عزيز، أنا أتابعه على الفيسبوك، أيضا من الناس المخلصين للقضية الفلسطينية وأيضا القضية العربية بصورة عامة. تبع عمري فإحنا عشنا عليها. أنا كنت شاب، كنت أنا مواليد 50، يعني أما لما صارت القضية الفلسطينية كانت أحد الأيام كنت أفكر شو كنت أعوف في العراق وأروح أحارب. طيب بس اتجاهات علمية الآن، أنا في فرنسا طبعا، سبق أن التقينا من الناس المحاضرين
عزيزي دكتور طالب، أنا عندي فكرة سميها المؤامرة، سميها مثل ما تسميها، بس أحد الأخوان الكويتيين المحللين السياسيين، ما أدري حتما أنتم شفتوا هذا الخبر، ذكر أنه في سنة 1907 رئيس وزراء بريطانيا، أحكي لك على إنشاء دولة إسرائيل، كامبل بنرمان، جمع الأوروبيين، حتما سمعتوه هذا، جمع الأوروبيين قالوا تعالوا يا رؤساء الوزراء، أنتم الآن في قمة دول العالم حضاريا واقتصاديا واجتماعيا، وأكو دول عربية عندها أشياء كثيرة تجمعها، اللغة والدين وأيضا عندها موارد ضخمة كبيرة، يعني بكذا النفط، وهذه الدول فيها حكومات ضعيفة وغير قادرة على أنه تبني هذه الدول بصورة يعني متطورة. ف أنتم تريدون أنه تبقون في القمة، لو ممكن هذه الدول العربية تقيم يعني قوة عظمى شلون تواجهكم، أو تصير قريبة يعني، أو شو منافسة لكم. فقالوا له اي طبعا احنا يريدنا. بن غوريون سمع هذا الخبر، يمكن بن غوريون قال لهم، فلازم قالوا لازم تنشؤون فد جزء او فد بلد يقسم هذه الدول العربية ويخلق المشاكل حتى لا تتحد هذه الدول العربية. فبن غوريون سمع هذا الخبر قال لهم اني هذا عند شو اسمه هذا ادي لكم هذا الهدف اللي انتم تريدوه. فاني اعتقد من ذيك الفتره ولحد الان كل دول العالم بما فيها امريكا واوروبا، ليس دفاعا باسرائيل ولا حبا باسرائيل، لانه اكثر من مره سمعت انه رؤساء جمهوريه امريكا ما كانوا يحبون يستقبلون رئيس وزراء اسرائيل، على يعني سواء كان ايام اوباما ولا غيرك ما يحبون. بس انا اعتقد انه امريكا واوروبا تريد من اسرائيل ان تبقى حفاظا على مصالحها بالدول العربيه، ولانه الدول العربيه لا زالت دول ضعيفه وهشه وفي خلاف مستمر بعض البعض، فلذلك يدافعون على اسرائيل ليس حبا في اسرائيل. فما اعرف رايك يعني استاذ طالب دكتور عزيزي، هل هذا الخطاب اللي انا مقتنع به 100%، يعني على مر الزمن هاي المظاهرات اللي تصير في امريكا الان، وامريكا تعاملهم بالقوه، وهذا الجندي اللي حرق نفسه، يعني انسانيا فقدوا انسانيتهم، امريكا واوروبا فقدت انسانيتهم، في فرنسا نفس الشيء، ها، ولكن لانه مصلحتهم في هذه المنطقه انه لازم تستمر، فاذا يدافعون على اسرائيل وليس حبا في اسرائيل، لماذا لا يستفيق الدول ويحس بهذا الأمر؟ وشكرا جزيلا، اعذرونا على الإطالة، ما أعرف رأيك بالموضوع يعني. يعني رأيي بالموضوع مرجع، يعني أنا لأني متأثر نظريات التحول التاريخي عبر التاريخ، فالنظام العالمي بالإضافة مو حكينا على نظرية ابن خلدون وتغيير الأنظمة خلال 80 إلى 100 سنة، أكو بالنظام الدولي، النظام الدولي يتغير كل فترة وفترة، فهذا النظام الدولي المتواجد اللي تقود الولايات المتحدة ومعها الغرب هو هم في طريقة إلى الزوال بوجود شو أقول لك الصين كقوة تنافس الولايات المتحدة. فالنظام الدولي الجديد أما يكون بمشاركة ما بين الصين والولايات المتحدة أو لا، الصين هي تزعم هي وروسيا، وهسه قاعد يعني يأخذون وياهم إيران، العقبة أمامهم هي الهند، إذا صفوها معاهم انتهى النظام هيمنة الغرب على النظام الدولي. فهن إجن اثنين هن سوا، أنه شو أقول لك، ضعف الدولة الصهيونية في فلسطين
وضعف الهيمنة، احنا نسميها باكس امريكانا، يعني الهيمنة الامريكية على النظام الدولي. اثنين اجا بنفس الوقت، راح ينتجن في نظام دولي جديد، نظام شرق اوسط جديد. هل احنا راح نكون لاعبين في هذا النظام؟ ما ندري. يعني هل نكون في بداية القرن العشرين يرسمون دولنا وحدودنا وهذا، أو يعني من كنا خارج المعادلة، أو راح نكون بالمعادلة وإحنا ندافع عن حقوقنا؟ ما أشوف من القيادات الموجودة يعني بالشرق الأوسط إلا أقول قيادات صاعدة مثل تركيا وإيران، يعني لها ثقل بالنظام الدولي تقدر تفرض إرادتها. عداها إحنا دولنا العربية كأنه يعني خارج قوس، يعني قاعد نمشي ما ندري ويا من نمشي، هل وي الصين ولا هل الغرب؟ فإحنا يعني شو أقول، إحنا محظوظين قاعد نشوف تغير النظام الدولي. أنا هذا الفرحان له، يعني أول مرة يعني تقدر تسمع أنه نظام الهيمنة الأمريكية بالعالم راح ينتهي في يعني ليلة وضحاها. فأنا أترقب هذا. يعني التاريخ اللي مولدنا به ما موجود، ما يجينا إلا بثلاث أربع قرون. أنا أفضل هذا اللي تفضلت به على أنه تكون حرب عالمية ثالثة، هذا أفضل اللي تفضلت به على حرب عالمية ثالثة. وخاف احنا ما نسلم من هالحرب هاي المسألة. يلا. شكرا جزيلا. العفو. الأخت الأستاذ الأزهار تفضلي. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ المحاضر أستاذ طالب. الحقيقة ردت أتحدث به، تحدث الآن به الأستاذ طالب، بس أضيف عليه أنه يجب أن نفكر خارج الصندوق. الموضوع ليس موضوع حماس والصهاينة، الموضوع أكبر من ذلك. مثل ما تفضل هسه الأستاذ طالب، أو السؤال اللي تفضل به الأستاذ ضياء، الآن الدول كلها تخلت عن إسرائيل، بقت بس أمريكا وبريطانيا معاهم. أمريكا وبريطانيا إذا المأزق البيئي إسرائيل الآن ما انتهى، أمريكا وبريطانيا راح تنتهي، لأن بقائهم من بقاء إسرائيل. فيعني هذا وجهة نظري، يعني فتأمل الآن أمريكا وبريطانيا كل جهدها أنه إسرائيل لا تهزم، وأن تبقى ماسك الموقف وتسندها وتساعدها. الموضوع ما راح ينتهي، لأن حماس هي مو مجرد تنظيم أو تشكيل، أو حماس فكرة، حماس هي فكرة تدافع عن أرض وعن كيان دي صارعون صار لهم 70 سنة. فالمسألة وما بيها إنه هذه العملية راح تفض متى ما صار اصطدام أو صارت شرارة بين العملاقين، بين أمريكا والصين. مثل ما تفضل هسه الأستاذ طالب، إذا ما اندلعت هذه الشرارة، أمريكا صار لها 100 سنة تحكم العالم وسوت الويلات بالعالم. فإذا هاي الشرارة ما اندلعت بحيث أنه الخارطة بالعالم تتغير، وبالنتيجة نتيجة هذا الشرارة أو نتيجة هذا الحرب، خلينا نقول السماعة العالمية الثالثة، إذا ما اندلعت هذا الاحتكاك، هو راح يؤدي إلى نتائج أولها حل قضية فلسطين، وحل قضية التشكيلات حماس وغير حماس والفلسطينيين. فإحنا يجب أن نفكر بشكل أوسع بالموضوع. هو صراع بين كيانين عالميين، من سيفوز ومن يعني الصين وياها روسيا وياها كوريا. وهسه بالنسبة لأمريكا هددت الصين أنه تريد تسلح تايوان، إذا سلحت تايوان يعني هاي راح تندلع الشرارة الأولى. فأنا دائما أدعو أن نفكر خارج الصندوق أكبر من ذلك، الموضوع هو أكبر
من مسألة حماس والصهيونية. وشكرا جزيلا. يعني شكرا. أنا بهالمحاضرة قست أنه أنا قاعد أسوي ريفيو إلى كتاب كتبه أبي شليم بنهاية التسعينات، فهذا يعني أنا ما أريد أطرح آرائي يعني، فإنما عرض هذا يفيدكم، كأنه تقدر تقول أنا قرأت كتاب أبي شليم أو أعرف شنو الزبدة مالته. ف أنا أنا ما فقط أريد أعرض إضافة. رأيك، أريد أعرض أبي شليم. وأنا نعم. أؤمن قلت لكم أنه هاي بالنسبة إلي كرأي ملتزم بنظرية ابن خلدون التاريخية، إسرائيل في مراحلها النهائية للانقراض، بس عندها مقومات وجود. هذا الوجود يعني حماس عندها مقومات وجود، الشعب الفلسطيني، إسرائيل عندها مقومات وجود، لازم هاي الوجودين يجب أن يكون لها معادلة تربطهم اثنينهم. كذلك أمريكا ما راح تندثر لأن عندها مقومات كبيرة يعني للوجود، الصين عندها مقومات قاعدة تنافسها. فالصين وأمريكا إذا ما يقعدون على الطاولة كأنه شو أقول لك بارتنر في إدارة العالم، صح يجوز تنشب حرب دولية. أنا ما أريد تنشب حرب دولية، وإنما يصير أوكي خلينا نقول الهيمنة الأمريكية الصينية أو الهيمنة الغربية الآسيوية. بالنهاية إحنا ما ندري لأن إحنا خارج لعبة العمالقة الكبار. فإيش يصير؟ لهذا أنا أقول التاريخ إن شاء الله قبل لا نموت أنه نشوف شنو هذا النظام الدولي اللي راح يطلع. يعني أنت لو عايشة بالقرن 19 تتوقعين أنه نقول الدولة العثمانية تنتهي، كانت دولة عظمى، وأوروبا تنتحر بحربين دولية؟ أوكي، إحنا أستاذنا من درسنا العلوم السياسية يقول صورته في باريس وبعام سنة 40، ويجيك واحد ويقول لك أوه أنه بعد 5 سنين اللي يديرون العالم دول المجانين الشيوعيين بروسيا بموسكو، وذول رعاة البقر بواشنطن. تضحك عليه يقول بس يعني نهاية الحرب العالمية الثانية إجونا الروس وإجونا الكابويز مال واشنطن. هسه هم ما ندري منو راح يسيطر على النظام الدولي. يعني خلنا نتأمل ما تكون حرب دولية يولين بها أسلحة نووية، خلنا نقول سير مسار طبيعي والله يحفظها البشرية اللي هو خلقها. يعني على الأقل الصين إذا ظهرت أو روسيا تحد من جماح الشيء اللي تسويه أمريكا بدول العالم، اي هذا تسوي املنا يعني تطور wishful تقوي. thinking. أنا املنا طبعا أنا أشكر حضرتك، استعرضت صحيح من عنوان المحاضرة والكتاب، ولكن حبيت أن أبدي هاي الفكرة أيضا من خلال اطلاعي على الموضوع، أنه موضوع قضية فلسطين تحسم بشرارة. إن شاء الله ما تكون حرب، إن شاء الله يقعدون يتفاهمون من سيقود العالم وكيف سيقاد العالم وتأثيراتها على المنطقة العربية. شكرا جزيلا. تسلمين. الأستاذ تحسين. شكرا شكرا دكتور علاء، شكرا دكتور طالب، حقيقة عرض جيد للكتاب. أنا سبق وأن استمعت محاضرة إلى أبي شليم ثم تقول بشكل مباشر من عنده، يعني كان يتحدث في موضوع وجود إسرائيل، الوجود يعني بالذات، وتقريبا نفس اللي ذكره بالكتاب هو ذكره، هو ضد فكرة أو يعني نظرية الجدار الحديدي اللي ظهرت عام 1923 في حينها، واللي أسست على أساسها دولة إسرائيل. أنا مهنا الموضوع اللي أريد أسألك فيه، أنا أريد أعقب في موضوع آخر، مسألة تغيير النظام الدولي وإيمانك بنظرية ابن خلدون بأن هنالك حقب زمنية لكل نظام دولي من الممكن أن يتغير فجأة. طبعا إحنا ما نعرف، يعني الحرب العالمية الأولى من ثارت في يعني على شرارة بسيطة جدا بطلقة من شخص صربي على الأرشيدوك في حينها،
وبالتالي كرة الثلج كبرت ووصلت حرب العظمى اللي هي أكبر حرب العالم. الحرب العالمية الثانية يمكن انتقام الشعب الألماني لكرامته، جاب دكتاتور غير العالم كله. سقوط جدار برلين وظهور نهاية التاريخ على قولة فوكياما هو تغيير النظام العالمي بشكل عام، وظهور بلد نظام عالمي جديد معتمد الطرف الواحد. بعد الحرب العالمية الثانية عشنا احنا يمكن أكبر حرب باردة بين قوتين دوليتين لعبت كثيرا بالعالم. يعني الحرب الباردة اللي استمرت من عام 1951 إلى 1990 هي استهلكت العالم كله وغيرت كثير من المفاهيم، ذاك بالتالي انتهت. الآن التنافس بين قوتين اللي هي مثلا ممكن أن تكون المحور اللي جنابك ذكرته، الصين، روسيا، إيران، ومحور آخر اللي هو أمريكا وما يدور في فلكها منها. أنا أتصور الحرب الباردة بين الاثنين مستمرة وظهرت مو اليوم، ظهرت هي بالحقيقة قبل سنوات. يعني مع بداية القرن 21 بدأت الحرب الباردة بين الدول بين هاي المحورين، والآن بدأت تتنضج بشكل أكبر مع ظهور قضايا سياسية في مناطق مختلفة بالعالم. حرب أوكرانيا، أزمة غزة، مناطق أخرى، الصراع في العالم، هذه كليتها بالحقيقة أنا ما أريد أسميها فقاعات بابلز، هي بس ممكن أن تكون يعني تأشر لما يكون موجود تحت سطح الماء، وإنما فقط فقاعات تظهر حتى نفتهم إيش راح يصير. أنا أتصور إنه كل هذه هي ما مرتبطة بحالة، يعني حالة الصراع العربي الإسرائيلي هي واحدة من الحالات اللي تؤشر إلى أن هنالك شيئا ما سيحدث مستقبلا. هي كما هي الرصاصة اللي أطلقها الصربي على الأرشيدوك وبالتالي قامت الحرب العظمى، كما هي فكرة هجوم ألمانيا على بولندا وبالتالي الصراع اللي استمر خمس سنوات. هذه كلها هي مؤشرات. أنا إنسان واقعي حقيقة، يعني أنا رجال علم مثل ما جربك رجل علم، ما أؤمن بالأماني ولا أؤمن بالأمان، وكلنا نحن نأمل في لحظة معينة تنتهي القضية الفلسطينية بشكل سلس وسليم لا يمكن أن ينتهي الصراع العربي الإسرائيلي بشكل سلمي، لا يمكن، لسبب واحد: لا زال هنالك في كلا الطرفين من يؤمن بإنهاء الآخر، وهذه هي فكرة الوجود الفلسطيني اللي تؤمن به حماس، والوجود الإسرائيلي اللي تؤمن بالقيادات الإسرائيلية اللي موجودة الآن. يعني هي كسر عظم، يا أما أكسرك يا أما تكسرني، وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا الصراع هو صراع محلي، هو صراع الآن العالم كله يعني دخل به. يعني اليوم الصبح البارحة يوم السبت ملك الدنمارك يوقف بالشرفة ويلوح بالعلم الفلسطيني، هذه ما كانت سابقا موجودة، يعني إنه تشوف هيك مساندات. جامعات العالم كلها الآن تضج بمظاهرات ومطالبات شعبية، كم تذكرنا بأيام فيتنام وأيام المارش اللي صار أمام البيت الأبيض بالكونغرس وغيرها. هذه كليتها هي الفقاعات التي تبشر بظهور هذا القمقم تحت سطح الماء إلى الوجود. لكن هذا الوجود هو ليس حربا عالمية ثالثة، وإنما حربا باردة تبدو على السطح بشكل بكسر إرادات بين محورين رئيسية بالعالم، الصين وتقدمها التكنولوجي وروسيا وقدراتها العالية، إيران ومشروعها، أمام أمريكا واللي تحاول تحافظ على
سيطرتها ومصالحها بالعالم، وأوروبا العجوز اللي ما تعرف عليه من تسند ومستندة على أمريكا بشكل كامل، وهي تعرف كل زين أنه هذه تغلق مع غلق أمريكا. هذه كليتها بالحقيقة بالنظام الدولي الآن اللي موجود هي تمثل ضبابية كبيرة جدا لا يمكن استقراءها بشكل سليم. أنا أشكرك دكتور، بس حبيت أقول هاي الأشياء. تسلم. أنا أهم وياك، بس أزيدك يعني من الشعر بيت. نظرية ابن خلدون ما تتكلم عن النظام الدولي، تتكلم عن دول. يعني مثل خلنا نقول بالإنجليزي The Rise and Fall of State. أكو نظريات نسميها The Rise and Fall of Empires. الإمبايرز عادة يعني عمرها أطول. فهاي مثل كتاب ذاتي تروح مثل بول كينيدي كتاب The Rise and Fall of Empires على نفس الموضوع، من الروائع. كتبين كان بال79 هم يشرح مثل الدولة العثمانية اللي شرحت، والدولة خلنا نقول الغرب مثل بريطانيا وهذا، ويجي هم يفترضها على أمريكا. وتدري لمن يرجعها؟ يرجعها للضرائب. لازم هو أبو النظرية يعطي سبب واحد، ما يعطي عدة أسباب. فرجعها كثرة الضرائب على المجتمع أو على الدولة، تقوم الدولة ما تقدر شو أقول لك تحكم العالم. يعني الـ expenses يعني الـ cost مع الـ empires يخليها تضعف، وتجي دول ناشئة عندها موارد أكثر تقدر تصرفها تتقدم عليها. بس يعني شيء ابن خلدون لا يعني نظريته هيك محلية. لا أنا ما استندت إلى نظرية ابن خلدون. أنا الحقيقة استندت إلى نظريات أخرى هي في مجال العلوم السياسية. شكرا. بصراحة أنا شخصيا أدعو كل الحاضرين إلى الاطلاع ما موجود من لقاءات مع إيف شليم أند وطروحاته، يعني للتحضير لهذا اللقاء لإدارته. اليوم فاجأني من شدة أسمع إلى لقاء إلى حول كتاب الأخيرة. يقول هذا قوله هو وجست هابن، يعني أنا دا أقوله لأنه من دراستي للتاريخ أني أؤمن بيها. قال كل الدول التي تنبني على قومية لن يستمر على قومية واحدة تفرض روحها على بقية الناس بنظرية التفوق. طبعا هو يقصد، هو ما داري يقول عنصرية لأنه ولا هذا، يقول أي دولة تاريخيا بنت على جانب قومي يجب أن تفشل. يعني هو يتوقع فشل إسرائيل، هو لا يتردد من قولها، وعند الجرأة أنه الادعاء مال أي شخص ينتقد الصهيونية أو ينتقد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بأنه ضد السامية يقول هذا كلام غير صحيح. بصراحة ما أنا، بس الأخ نزار رفع إيده ونزلها. دكتور علاء حبيبي، هو سليم ما يقول دولة قومية، هو يقول دولة عرقية، عرق وليس هو ما يذكر مفهوم القومية، هو يذكر العرق. يقول أي دولة تبنى على أساس عرقي هي معرضة للسقوط. هاي أنا سامحها من عنده يعني بندوة. أنا اليوم اللي سمعته ناشوناليزم ناشوناليست موفمنت. على كل الأخ نزار، شكرا دكتور علاء، جزيل الشكر للدكتور طالب، شكرا كثير على هذه المحاضرة. أنا في البداية أختلف ويا الدكتور علاء بحول الحركة الصهيونية وعلاقتها بالاشتراكية الدولية. الحركة الصهيونية يعني ما قلت هذا ترى. لا عفوا، لا دكتور علاء، لا يختلف معي. لا عفوا مع دكتور علاء، أستاذ علاء. لا عفوا، أنا قلت من البداية. الحركة الصهيونية تكونت في أوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وكونوها
الصهاينة الأغيار، يعني الأوروبيين أو بين قوسين هم المسيحيين وليس اليهود في البداية، وانضموا لها اليهود، وكانت حركة عنصرية استعمارية. حتى أعتقد وايزمان يقول عن نابليون أنه الصهيوني الأول. وأخذت هي طبعا من فكر نيتشه أعتقد بعدين. هذه مسألة. المسألة الأخرى حول المؤرخين الجدد الإسرائيليين ومن ضمنهم ابن شلايم أو شلايم. أعتقد هؤلاء المؤرخين هم طبعا بالمناسبة استندوا على وثائق إسرائيلية هي أساسا كشفت من الأسرار الإسرائيلية، وكشفت بالقرأة بالتسعينات، نهاية الثمانينات وبداية التسعينات. دول الأخوة الفرق بيناتهم أنه هو ناقشوا مسألة الدولة الإسرائيلية اللي قامت على الأساطير، فهم حاولوا قدر الإمكان أن يخلوها على فكر علمي أكاديمي يناقشوها. وكثير من أقوالهم أو من كتاباتهم هي كانت يعني تمجيد لدولة إسرائيل، وبعض الأحيان تخلي الحق على العرب، والهدف كله تحويل المسألة من الأسطورة إلى أن تكون مقبولة، لأنه انتهت عصر الأسطورة، فيريدون يخلوها مسألة علمية مقبولة. حول مسألة الحرب الأخيرة أو اللي دايرة بعد اسمه، أعتقد هناك مصطلح والدكتور طالب أكيدا عارف أكثر من عندي، طرح مصطلح جديد بالقرن 21 سموه الحرب القرن 21 أو الحرب الموازية. هذه الحرب اللي هي حرب الصدمة أو الاستفزاز، وما تكون بها القوة متوازنة، أو مثل ما صار في تفجيرات سبتمبر 11 سبتمبر. فالحرب الأخيرة أعتقد حركت الشارع العالمي ككل، وحولت دولة إسرائيل إلى أشبه بجنوب أفريقيا في نهاية القرن العشرين. فأعتقد ممكن أن هذا الشارع أو التحول بالشارع العالمي ممكن مثل ما قال الدكتور تحسين، ممكن أنه يساهم بحل القضية الفلسطينية. فما أعرف شنو رأي الدكتور طالب بهذه المسألة، وشكراً. يعني رأيي هذا مو رأيي يا أبو شليم، أنا قلت لكم يعني من البداية أعتبرها هاي آخر المعارك الإسرائيلية الفلسطينية العربية، ونهاية الحرب هي هاي الحرب اللي استمرت على أربع خمس معارك كبيرة، فراح تنتهي هاي الحرب اللي دامت تقريبا 70-80 سنة، ونهايتها نتيجة أنه نهاية النظام الدولي للهيمنة الأمريكية، ويجي نظام دولي ما ندري شنو النيتشر مالته طبيعته، فإجوا اثنينهم سوا أنه يجب أن يكون الحل دولي محلي في هذا الصراع العربي، أنا دائما أسميه الصهيوني الفلسطيني أكثر مما هو عربي، لأن العرب حتى نشوف جامعاتهم قاعد يطلعون تظاهرات يعني كأنه قضية الفلسطينية انحصرت بالشعب الفلسطيني، وهذا الشعب شعب قوي، يعني فلسطين عبر التاريخ هي كانت تعزل الإمبراطوريات البابلية على الإمبراطوريات المصرية، هي واقعة بالنص، لو يأخذوها البابليين لو يأخذوها المصريين. هسه في الوقت الحاضر الغرب جاب لنا الصهاينة وهي هم واقعين في النص، اللي حلها هو يجب أن يكون اتفاق ما بين هو في النظام الدولي الجديد اللي قاعد نعيش تحولاته. فهذا رأيي على يعني ما أدري أنا شو أشوف، بس أنا فرحان أنه قاعد أعيش بهالعهد في آخر عمري.
والله والله دكتور استاذ علاء، انا بس بدي اقول للدكتور طالب، انا اخالفك الراي بانه هي الحرب الاخيره. الحرب الاخيره سوف تكون بالمواجهه بين حزب الله واسرائيل، هذا هو الاحتمال الاكبر والاوسع، لانه ما يجري الان من صراع على المستوى الدولي من الممكن ان يتجسد بصراع على الارض من خلال القوتين هذه اللي موجوده. انا من اذا كل واحد يطرح وجهه نظره حول الموضوع، هذه اخر الحروب، نتمنى هاي، اتمنى هي اخر الحروب، لكن هنالك مصالح كبيره دوليه وعالميه في موضوع الحروب. يعني هي اكو ارباح تكسب من خلالها، والضحية الرئيسية دائما في كل الحروب هو دائما الأبرياء. يعني احنا لما ننظر المناظر في غزة اللي يمزق قلبنا صراحة هو الأطفال والنساء وتدمير ما بنوه الفلسطينيين في غزة من إعمار بالرغم من الحصار الموجود عليها، هذا كله تم تدميره وتسويته بالأرض. هذه مسألة إنسانية ما يدخل بيها الجانب لهذا، لكن أكو مصالح هي اللي تتحكم. فإذا أكو مصالح، هذه المصالح تجد أنه استمرار هذه الحرب هي لمصالحها فما توقف. أكو ضغط شعبي عالمي ليصير هو اللي حيجبر إيجاد حل سلمي. هل حل هذا الحل السلمي راح يكون حل كامل؟ ما أعرف. هل راح يكون حل سلمي فقط لهذه المنطقة؟ الله يساعد الفلسطينيين، والله يساعد العراقيين، والله يساعد السوريين. يعني أنا أتذكر لما صارت الحرب الأهلية السورية الكل الدمار اللي كنا نشوفه في حلب وفي القرى السورية والمدن السورية متوقعين ما تنتهي، لكن انتهت. الحرب تستنفذ طاقتها مثل أي نار تتوقف، وأكو مصالح لح تتطلب أن تقفها. أما إذا نوصل إلى عالم جديد كله يعيش بسلام، هذا ما يطمح به كل إنسان، وخير للإنسانية وللهذا. تفضل تفضل. أشكرك يعني شكرا عزيزي يعني دكتور طالب على هذا الاستعراض الجميل. تسلم. لكتاب مهم حقيقة. بس أول مسألة استغربت أنه كان يعتبر أو جنابك حددت أنه بيني موريس من المصححين او المصححين الى القصه الصهيونيه في فلسطين المحتله، وكانه كان لقاء اخير مع نورم فينكلستين اللي يعني طويل 4 ساعات متاكد حضرته جنابك، يعني من المفكرين الصقور المتشددين بخصوص ما حصل من بداية القرن الماضي إلى حد يعني إيجاد الكيان الصهيوني. فما أعرف هذا هو كان تحديده هو أم جنابك يعني حسب اطلاعك هو بهذا الشكل، أو لربما هو غير موقفه بعد أحداث أكتوبر 7. يا الظاهر هو غير، يعني هاي قراءتي من قريت الكتاب. نعم. 1999. يعني نعم. بالحقيقة مسألة ثانية بعد أحداث يعني الحالية، الإحصاءات الإسرائيلية تقول أكثر من 80%، يعني حتى لا وجود إلى الجانب شو يسموه الحمائم لربما أو المعتدلين، لا وجود لهذا النسبة في المجتمع الإسرائيلي. يعني ما أعرف آفي شلايم هل هو يكتب هذه الكتابات على أمل أنه يؤثر بالمجتمع الصهيوني أو الإسرائيلي، أو هي كتاباته يعني للدلالة التاريخية وإلى المستهلك خارج الكيان الإسرائيلي. أعتقد أريد أعلق فقط على مسألة الدورة التاريخ اللي تفضلت بها بخصوص ابن خلدون والصراع اللي دائر يعني البارد الساخن مع الصين وأمريكا. لربما التفكير خارج الصندوق مثل ما تفضلت أستاذة أزهار،
هو انه هذا الوعي اللي اذا نلاحظه بالمجتمع وبالذات المجتمع الامريكي اللي حصل، وكانه غشاوه ذهبت عن عيونهم واكتشفوا حقيقه الحركه الصهيونيه وتاثيرها على المجتمع ذاته. هل تجد انه من الممكن انه هذا التغيير لابد أن يكون يعني دموي على أساس يعني مواجهة أخرى، أو تغيير ناعم من خلال وعي الناس وتأثيرهم وتأثرهم بالأحداث اللي هي يعني لا إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة؟ يعني أستاذ حازم، هسه احنا عايشين بأمريكا، يعني ما نقدر نتصور أمريكا هاي شبابها وشعبها أنه في ليلة وضحاها يغيرون توجههم السياسي من إسرائيل دولة ديمقراطية ليبرالية هذا إلى دولة عنصرية مجرمة فائقة الإجرام في ليلة. هذا التحول أنا أشوفه تحول عظيم، ما صرفوه الغرب والصهيونية خلال 70 عام على بناء شو أقول لك البي آر، على بناء العقول في الغرب وفي الواقع حتى في العالم، أنه ينهار بين ليلة وضحاها. فدول الانهيار الشباب اللي قاعد نشوفهم بالجامعات والأساتذة والهذا، هم دول اللي راح يحكمون أمريكا، مو بايدن وترامب اللي عمرهم بـ80، فهم راح يصيغون السياسات. فما بنت الصهيونية، لهذا أنا أشوفها هي هاي آخر المعارك للحرب يعني الإسرائيلية الفلسطينية، أنه راح ينشأ نظام جديد. يعني شلون الغربيين من بنوا دولنا بـ1919، راح ينشأ نظام جديد عندنا هم بالشرق الأوسط. ليش؟ لأنه الناس غيرت آراءهم، ما تقدر تبني بعد يعني على الرأي السابق أنه إسرائيل دولة حضارية. أكو واحد سيؤمن إسرائيل دولة حضارية؟ لا، يعتبرون في الواقع دول اللي قاعد يدافعون عن أنفسهم، الفلسطينيين بغزة هم حضاريين قاعد يدافعون عن يردون حقهم بالحرية، يردون حقهم في قيام دولة. فأنا وياك راح نشوف النتيجة. أنا ما أريد أتخيل، I don't have wishful thinking يعني. إن شاء الله نقدر نشوف. يعني من تحطم جدار برلين، أكو واحد كان يتوقع أنه النظام الاتحاد السوفيتي راح ينهار كله؟ خلال يعني رمشة عين، ما حد كان يتوقع. هي هاي السندها مع القرآن، لأنني متدين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات يعني دورات، هو الجدار بس يوقع يعني تنكشف في الحقيقة، وكأنه كل الأنظمة هاي واقفة على بيت من ورق، يعني بس يراد له نفخة. نعم، أحسنتم. أخ إدريس، أهلا عزيزي، شلونك؟ تفضل. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. أنا رجعت حديثا من سنترال أمريكا وجنوب أمريكا. أكو بعض الأحيان غض النظر عن ماذا يحصل في جنوب أمريكا وسنترال أمريكا، يعني نأخذها من المكسيك إلى الأرجنتين، واني قاضي بهاي الأماكن سنوات، أكو حراك رهيب طلابي شعبي رهيب مساند للقضية الفلسطينية. الآن تأجج وصار يعني مثل واحد يقول السلف إيفيدنت، مو مسألة إنه أكو نقاش، مثل واحد يسأل الثاني يعني إذا تعطش تشرب مي. It's the rule of natural consequences، إنه هذا الكيان لازم ينتهي لأنه كيان غير إنساني، غض النظر انه ديانة وتاريخ وغير، ما هذا شيء غير انسان.
هذا يهدد البشرية، نقطة الأولى. النقطة الثانية الديموغرافي مال أمريكا، وأنا بس راح أتكلم عن الخبرة مالتي اللي هي 48 سنة، ده تتغير الديموغرافيكس، وخاصة في كاليفورنيا. فإحنا نلاحظ اللاتينو اللي موجودين في كاليفورنيا سواء من المكسيك أو سنترال أمريكا، غواتيمالا، السلفادور، نيكاراغوا إلى آخره، يكثرون. دول قاعد يأثرون مو بس على الحراك الطلابي اللي دا نشوفه إحنا هنا، يعني دا يندمجون قالب بالفكر إلى آخره إلى آخره، لكن راح أيضا راح يأثرون على الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة أكثر وأكثر. ليش؟ لأنه ينظرون أنه هذه الطاقة اللا إنسانية اللي دا تصرفها الولايات المتحدة لخلق عداء مع شعوب ما لهم هم عداء حقيقي معهم، بالعكس يتشاركون هواية أشياء يرفضوها، فيرفضون أنه يدفعون هذه التاكسس في قتل الأبرياء. فلما أنت قاعد مثلاً بكولومبيا وقاعدة تحكي وياهم، أو أنت بسانتياغو إلى آخره، خاصة الشباب، يعني الحمد لله إحنا نشوف هذه الأشياء قاعدة تتغير. ومثل ما تفضلت أستاذ طالب، إنه هل كنا نعتقد إنه هذا الشيء راح يحصل؟ نعم، أنا كنت أعتقد. أنا كان عمري 18 سنة لما جيت الأمريكا، وأول منظمة أخويا وليد جاسم العبودي ومريم جاسم العبودي وأنا اللي اشتغلنا في تأسيسها كانت Palestinian Solidarity 1979-80، وإحنا عراقيين. شوف وين وصلت هذه المنظمة. فلما نحضر للكامبسز هنا واتكلم مع الطلاب إلى آخره، نشوف أنه الإنسان بالفعل ده يتغير نحو الأحسن لما نعطي الفرصة، والحق دائما ينتصر. شكرا جزيلا. تسلم. أنا أضيف على ما تفضل به الأخ العزيز إدريس. أنا عندي 3 أولاد، أكبرهم عمره 48 وأصغرهم عمره 32، وتربى أغلبيتهم ولدوا وتربوا وتخرجوا في أناربر بميشيغان، ودرسوا بجامعة ميشيغان، وأصدقائهم خلقنا فت حالة بالنسبة لنا أنه أولادنا مفتوحين على المجتمع الأمريكي، فعنده أصدقاء أمريكان، عندهم أصدقاء مسلمين، عندهم أصدقاء عرب، ويصير خلط ويصير فصل، لكن المهم هو يحافظون على هويتهم اللي هي متكونة من 3 أجزاء، اللي هو أنهم ولدوا بأمريكا فهم أمريكان ولهم حقوق أي مواطن أمريكي، هم بنفس الوقت من أصول عربية عراقيين، يحبون العراق أكثر من عندي بالرغم حبي الكبير إليه، وممارسة دينهم واحترام كافة الأديان. أغلب أصدقائهم اللي صادفوهم بالدراسات كانوا من اليهود، فتربوا ما بين أصدقاء يهود. من أسألهم يقولوا لي هذا الموضوع ما ينفتح، موضوع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما لهم علاقة به. على كل إن كل أصدقائهم تخرجوا وأخذوا أماكن مهمة في عملهم، كلهم ما لهم علاقة. عملية انفصال هذا اللي كنا نشوفه، مثل أنا من جهة كطالب أكو مواجهة مستمرة كان ما بين اليهود وما بين الطلبة العرب والطلبة المسلمين، لكن هذه المواجهة بسبب الأحداث الأخيرة أكو عناصر شابة نشوفها أنه هذه، لكن هو حتى اليهودي انفرق، اللي ما يعترف بالصهيونية، اليهودي في أمريكا ما يريد هذا، يريد إيجاد حل، تعبوا من هاي الدفاع عن إسرائيل وعن أطماعها. فهذا تحول بصراحة مثل ما قال أخي العزيز إدريس أنه هذا متوقعي يصير، لكن
أنا بصراحة ما متوقع أنه رح يصير بهالسرعة، بالرغم ما أني صار لي السنة القادمة يصير لي 50 سنة بأمريكا، ما توقعت هذا رح يصير، لكن صار وده نشوفه، وهذا رح ينبني عليه، هذا رح ينبني عليه. يعني أنا من عين على السياسيين الأمريكان بدي أسموهم أسميهم الديناصورات، دول وضعهم ووضع الديناصورات رح ينتهون، لأنه هذه كلمة الأخيرة. الأخ رحمن تفضل. عزيز. شكرا دكتور علاء، شكرا للدكتور طالب الذي أتحفنا بهذه المحاضرة الجميلة عن الجدار، ونحن في الحقيقة الآن بصدد الجدار، بني جدار هائل ما بين العالم وما بين العدو الإسرائيلي، وهذا الجدار كونته حوالي 40,000 ضحية أغلبهم من الأطفال، كونها الخراب الدائم. هذا الجدار نحاول كبشر قبل أن نكون عرب أو نكون فلسطينيين أن نستثمر هذا الجدار، أن تكون هنالك عزلة عن الظالم الإسرائيلي وليس بقية الشعب الإسرائيلي، ولا سيما المعتدلين منهم. نحن نحترم المعتدلين، يجب أن نستثمر هذا الحراك العالمي الذي بدأ في قلب الجامعات الأمريكية وبعد ذلك انتشر. وهذا يذكرنا بعام 68 حينما كانت هناك حرب ضد فيتنام، وهنالك اشتعل الحراك الطلابي. وفي الحقيقة الحراك الطلابي هو حراك للوعي، وهذا هو الجدار الحقيقي. شكرا للدكتور طالب لأنه أتاح لنا هذه الفرصة لنفهم مفهوم الجدار، ونستثمر هذه الفرصة كعادة الصالون الثقافي العراقي أن يقدم للأخ العزيز المحاضر شهادة تقدير على هذه المحاضرة الجميلة التي أثارت الكثير من التساؤلات، كثير من النقاشات المثمرة، ونتمنى أن يعود الحق إلى نصابه.